أما ما حطتنا على التالي فأكيد ضمن هذا المشوار رح نسلط الضوء على فترة ما بعد دمج أطفال التوحد، ما هو دورهم في المجتمع؟ أكيد مع مسؤولة قسم الاحتياجات بمشروع أثر التنموي ميسم فهد الحصرية ومنسق أعمال المشروع عقاب نصر الحلبي. صباح الخير، اهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحكم. صباح يسعد صباحكم واهلا وسهلا فيكم. صباح خير. بالبدايه ميسم اكيد حنبدا معك. ميسم بيقولوا لك انه اطفال التوحد انه انت جزء من حياتهم، قلتي انه هن حياتك كلها وهن انت هن حياتك كلها وانت جزء منهم. خبرينا قديش بتحبيهم لهالاطفال، خبرينا عن مراحل العلاج وطرق العلاج كيف عم تصير. قديش بحبهم؟ بحبهم كثير، بحبهم. يمكن بحس أنا ما فيني مثلاً يوم فيه إلا ما أنزل لازم أطمن على كل طفل من هدول الأطفال البعيدين اللي هن مثلاً بالقامش اللي بمركز بيسان، لازم أتصل تليفون أطمن فلان إجا فلان أكل، طبعاً كل واحد ضمن خطته. أيضاً بمركز أثر كوني أنا ما بنزل بشكل يومي، بنزل 3 مرات بالأسبوع، لازم كل يوم تليفون. حكى قال صباح الخير، سلم على أنساته وسلم، فمحبتي لهم كثير كبيره لدرجه انه بيقولوا لي انه بتحفظي التفاصيل. يعني هلا انه هن اجماليا بيطلعوا 400 ولد 500 ولد، بتحفظي كل ولد شو بيحب شو ناقصه شو ممكن يعمل. بقول عن جد بالله شعور بحسهم حدا بينسى اولاده كثير حلو، فانا مستحيل انسى اولادي. العلاج مثل ما قلنا هو علاج تدريجي، ببلش من تعديل السلوك، لنبلش نحن بتعديل السلوك ابدا ما المقصود فيه ضبط السلوك. يعني كثير نحن يؤخذ انه هل انه انا اعدل له سلوكه امنعه من السلوك الغير مرغوب، فهو اكيد لا. تعديل السلوك بيعني انه انا استبدل السلوك الغير مرغوب فيه بسلوك ثاني يعبر عن احتياجاته بشكل صح. وايضا بنفوت بمرحله التدريبات الاجتماعيه او فينا نقول الحركيه الشعوريه، لازم نحن نعلم الطفل انه يقازر يسلم ويبتسم ويطلع. لما يشوف حدا يعرفه ممكن يعمل ايماء معين بالوجه يدل انه انا عرفتك او انا شايفك، هي كلها بيتم التدريب عليها، ما بتكون هي فطريا موجوده عند هذا الطفل. ايضا نهايه بالجلسات الفرديه لتملئه نقط الفراغ عند هدول الاطفال، وخاصه فيما يخص النطق التخاطب واحيانا التركيز والانتباه. تمام. نعم. عقاب، من خلال تعاملك وخبرتك مع هدول الاطفال ووجودك ضمن هذا المشروع، كيف بتشوف اليوم دورهم بالمجتمع؟ هن ما هن اشخاص حياديين نهائيا، هذا متفقين عليه، شو دورهم بالمجتمع؟ اهميه دمجهم قد ايه؟ هلا اول شيء لما بدي اقول انا انه هن اشخاص حياديين، لا هن ما هن حياديين تماما، هن كيف انت ممكن تتعامل معهم فهن بيمشوا معك. رح نحكي كيف ممكن انت تتقبلهم تدمجهم بالمجتمع وتتقبل هي الشخصيات ووجود هي الاشخاص معنا وهن افراد مثلي مثلهم، هون انا بقدر اتقبلهم. خطط الدمج دائما تبدا بعد انتهاء مرحله العلاج اللي بتستمر لاشهر معينه حسب اهداف مثل ما فضلت وحتى حكت عنها الانسه ميسم. طيب انا كيف بدي بلش خطه الدمج؟ خطه الدمج دائما لما بدي اقول انا ما بعد خطه العلاج، هون يعني فينا نقول تهيئه الطفل ليكون هو طفل طبيعي متعافى تماما من هذا الاضطراب ان كان اضطراب معه. فبدي بلش معه اهداف ثانيه، والاضافه لانه خطه الدمج لفتره معينه بتكون اصعب من خطه العلاج، لان انا ممكن يكون عندي هون يكون في ضرر على الطفل اذا ما كانت خطه الدمج بشكل صحيح. ممكن تحكي لنا اكثر عن المدام ميسم انه خطه الدمج اذا ما كانت بشكل صحيح ممكن يلحق ضرر للطفل او نكسه ممكن نسميها. تمام. بالاضافه لهيك ممكن يكون في معه مرافق شخصي تسمى الشادو، وهو بده يراقبه لفترات معينه يستمر معه او يلاحقه على تصرفاته وعلى حركاته، مين الاشخاص اللي لازم يتعامل معهم، وين اذا نحن اليوم رح ننزل على الشارع نقطع على الشارع مو بشكل عشوائي، لازم نستنى لازم راقب. في عندي شيء اسمه اشاره مرور مثلا، كيف انا ممكن اقطع، مين بدي اتعرف على هي الاشخاص اللي انا ماشي معهم. كيف هي خلينا نحكي بعض رح نحكي الاتيكيت الاجتماعي ان صح التعبير على هدول الاطفال. انا لما بشوف حدا كيف ممكن استقبله لما انا بكون برا خارج تصرفاتي ده خارج المنزل خارج المركز بالشارع بتفرق، لازم يصير في عندي فصل. وعدا عن ذلك لما بده يدخل الطفل على المدرسه، خاصه نحن لما بنهيئه ليكون فينا نقول اما يرجع على المدرسه او يدخل المدرسه في حال كان عنده مرحله تدخل مبكر.
فلما بده ينتهي خطه العلاج يدخل بخطه الدمج اللي هو المرحله الاصعب، وهذا الشيء هلا عم نشتغل عليه. حالتين دمج حتكون عندنا ببدايه الشهر الثامن عم نشتغل عليهم. كل حاله دمج بشكل يومي بيكون عليها عمل لا يقل عن 12 ل 13 ساعه بعمل المركز والمنزل وخارج المركز. يمكن في عندنا صور عم تنعرض هلا او عم بدكم تعرضوها عن زياره بعض الاطفال كمان. يعني الاطفال ما اقتصر عملهم بس عندي على مركز وبيت لفترة معينة، بتصير عندي هذا الشيء روتيني، ما رح نلمس هذا الأثر الصحيح والناتج الصحيح العلاجي. فعم بيكون في عندي زيارات لأماكن أثرية، زيارات لأماكن لمسابح، زيارات لحدائق عامة طبعاً. مشان نعرف نحن أنه في عندي إسا أشياء خارجية مو بس مركز وبيت، لأنه كتير أطفال رح نقول ما بيطلعوا أو أهلهم ما بيطالعوهم يمكن لعدم معرفة التعامل معهم. أو بالمركز كوجود اختصاصيين فبيقدر في عنا كنترول اكثر عليهم، وفي تواصل عالي بيكون بين الطالب والمدرب. تمام اكيد. هون لما بيطلع لبرا الطفل بنلاحظ في اشياء لسه ما انا موجوده. هون كمان ممكن الاختصاصيه تراقب لتشوف حالات اللي رح نحكي بعض النمطيات اللي الطفل ما شفناها عنده، ونتجت جديد نتاجت دمجه مع الطبيعه هون، او خلينا نقول اختلاطه بالطبيعه مع اشخاص جدد واماكن ثانيين. ميسم، خلينا نسأل أسباب ظهور مرض التوحد وارتفاع النسبة بسوريا بهالوقت، خلينا نحكي عن هذا السبب. نحن بنقول على طول المظلة الأساسية اللي بيندرج تحتها كسبب يعني بصير عنا كتوحد هو نقص الأكسجة. نقص الأكسجة له كتير أسباب، يمكن سبق وكتير حكينا عنه، اللي هو ممكن يكون الفيتامينات اللي بتاخذها الام اثناء فتره الحمل. الشيء الغريب عرفت انه كمان عمليه القيصريه ممكن تكون سبب بمرض التوحد، قديش هذا الشيء غريب لازم نسلط الضوء عليه. طبعا تماما تماما. هلا ليش؟ لان احنا صار عندنا ولاده مبكره، حتى لو كانت ببضع دقائق او ببضع ثواني ممكن ادت عنا لنقص اكسجين. ايضا من الاسباب اللي بتكون كثير مؤثره هي البيئيه، اللي ممكن يكون في جنبنا تكرير نفط، بيئه صحراويه، فينا نقول هي العوامل بتؤدي لنقص الاكسجه عند الام الحامل وبدورها ممكن تنقلها للجنين. ايضا من ضمن الاسباب هي البيولوجيه. بيولوجيه يعني نقص فيتامين معين، وخاصه فيتامين بي 12 او بي 6. غالبا اذا فقدوا هدول الفيتامينات او نقصوا عند الام الحامل فممكن انه كثير يعطي تاثيرات عاليه. كثير بننسال عن موضوع انه ليش حاليا صرنا نسمع بشيء اسمه انه الاطفال التوحد زادوا او زادت نسبتهم، وهذا الموضوع عن كثير بشكرك لاضاءتك عليه. ليش اول ما كانت تظهر عنا؟ بقول لهم خلينا نقارن حياه الام، خلينا نقول من 20 سنه حياة الأم هلا. يعني السلطة اللي هي السلطة اللي نحن بنعتبرها مكملات غذائية، فنحن إذا بنجي للمكونات أو للفيتامين الموجود فيها فهو فيتامين مخلوط بهرمون. تمام. قبل كانت هي تطلع طبيعي. إذا منقيس قديش كانت الأم الحامل وقت تطلع على مثل ما بيقولوا أرض ديار، تتعرض للشمس، تاخذ فيتامين دي، حاليا صارت قاعده محصوره ببيت من حجر، ما في قدامها غير التي في كمؤثر. حتى الاسباب النفسيه قد بيقولوا لك انه قبل امهاتنا ممكن يكونوا تعذبوا، عاشت العيله الكبيره ضمن بعضها، ولكن كانت هي بيئه غنيه بالتاثيرات الانفعاليه اللي ممكن تساعد الام. لدرجة أنه حتى مثلاً الأدوات الإلكترونية قديش أثرت؟ هي أثرت كتير. الحامل صارت قاعدة لمدة ساعة أو ساعتين أو أحياناً ثلاث ساعات متواصلة عم تراقب شاشة موبايلها، ما عندها الحركة. ونحن بنعرف أنه الحركة جداً بتكون مفيدة، أولاً لضخ الأكسجين للدماغ، وثانياً لعمليات الاستقلاب الهرمونية اللي بتكون موجودة عندها. فالتأثيرات كتيرة، ان شاء الله نكون عم نوعي عن طريقكم بهذا أكيد. الموضوع اكيد. ميسم كنا عم نحكي وتفضل عقاب حكى باشاره بسيطه عن خطه العلاج قد ايه لازم تكون مفروض تكون هي مدروسه بشكل كثير، ويمكن تكون موحده عند جميع الاخصائيين وعند جميع المسؤولين عن هدول الاطفال. هلا جدا هو شيء مهم، لانه نحن عم نلاحظ انه نحن ما عم بتصير عنا عمليه الدمج بشكل صح، خاصه الدمج. يعني احيانا عم نلاقي طفل بعدنا بفكره تعديل السلوك او لسه ما طلعنا من تعديل السلوك، فجاه بنلاحظ انه نحط بالمدرسه بصفوف الدمج.
أنا من وجهة نظري بشوف إنه بمكان أو بآخر صفوف الدمج ما كتير مدروسة، ما كتير مدروسة لأن إحنا ما عم ينزل فيها شادو، يعني ما عم نقول إيمت الطفل لازم يبادر ليسلم على رفقاته وإيمت أنا بدي أرفع إيدي، فعم تكون أيام مهدورة من حياة الطفل. زائد إنه ابتعاد الأصدقاء أو الأقران لسبب أو لمؤشر عمله الطفل عم بيكون جدا مؤذي، لأنه هن عم يتجنبوا كأطفال توحد يرجعوا يطلبوا إنه يكون معهم. فلازم نراعي إنه نحن في عنا تدرج، يعني لازم نخلص تعديل سلوك، ناخد معارف أو خلينا نقول نكتسب مهارات أكاديمية كافية لنكون مماثلين للأقران اللي نحن فايتين بيناتهم، حتى ما نحس بالضعف، لازم على طول نحس انه نحن موازيين على الاقل، لانه حتى من جهه المشاركه انا اذا بدي اشوف رفيقي على طول عم بيشارك اثناء الدرس وانا ماني عرفان هو شو عم يحكي او انا لوين واصل معه، فممكن هذا الشيء عملنا عارض نفسي عذبنا بعدين لنوصل لحياه متوازنه عند هذا الطفل. عقاب، دائما في ورشات جديده، دائما ورشاتك مستمره وفي لها اهداف كثير، يعني كثير رائعة وهي إنسانية. خلينا نحكي، دائما أنت بتعمل استبيان قبل ما تبلش بالورشة، وفي عندك كمان بدك تعمل ورشة لتدريب الأمهات ونسلط الضوء، كيف كان تفاعل الأمهات معكم بالورشة مع أطفال التوحد؟ الورشة كثير كانت غنية، أطلقناها الأسبوع الماضي، كانت بحضور ما يقارب 25 أم وطالب جامعي من أهل الاختصاص. كان عندنا تقريبا تنوع بالعناوين، طرحت في اليوم الاول او كان العنوان الرئيسي للمبادره رح نحكي هي طفلي ما بين مشكله الاضطراب والتواصل، ما عرفنا نحدد نحن وين، فكانت هي عباره عن ورشات توعويه تدريبيه عمليه بتدريب عملي للطلاب والامهات. كان في كثير اضاءات جديده لعند الام تعرف كيف تتعامل مع ابنها. بدينا باليوم الاول بين بمفهوم التوحد، اسبابه وطرق العلاج، الأهداف ممكن ينشغل عليها مع هيدا الطفل. الاثنين ممكن نحكي عن اضطرابات التواصل، اضطرابات النطق واضطرابات الكلام عند الأطفال. كمان تحدثنا فيها عن الأطفال، حتى عن نحكي عن مفاتيح، حكينا فيها عن مفاتيح كيف ممكن أنا أعالج طفلي فيها، كيف اكتشف إذا طفلي عنده مشكلة أو لا، بغض النظر عن اضطرابات النطق والكلام ممكن تصيب أي طفل طبيعي بغض النظر عن إن كان مترافق معه توحد أو لا. ايضا ختمناها بالصعوبات، ما الفرق بين الصعوبات النمائيه والاكاديميه كصعوبات تعلم، وما هي المفاهيم لما بدي اقول انا لطفلي عنده صعوبه او عنده تشتت او عنده رح نحكي صعوبه كتابه وقراءه، انا وين بدي اقدر ميز، ما بدي اقول انه طفلي صعوبات خلص هذا ممكن انه اتركه من المدرسه، او نلاحظ الطفل ما زال عنده صعوبات بس هو بالمدرسه ممكن ينجح اول سنه ثاني سنه ينتقل بعدين يصير في عندي تسرب دراسي. فكان في اضاءه على هذا الموضوع انه انا الطفل لما بدي اخده او لما بدي لاحظ عنده هاي الملاحظات او بعض هاي المؤشرات يلي بتدل انه طفلي عنده بعض اشياء من الصعوبات لازم يخضع لخطط علاجيه، ايضا خطه طيب. علاجيه بتترافق مع دوامه بالمدرسه، ما عندي اي مشكله بهذا الموضوع، لكن طريقه تقبل المدرسه لهذا الشيء. بالاضافه لهيك بعد انتهاء من هاي الخطط كيف بدت وين بدها تبلش المرحله، يعني في عندي مراحل تطور طبعا. لحتى اقدر الطفل انه خلص انا فينا نقول انه انتهت مشاكل الصعوبات عنده سواء كانت نمائيه او اكاديميه، بالاضافه لانه كانت في تفاعل قوي بين الامهات، في استفسارات اقوى واشياء كثير واضحه توضحت خلال هاي الورشه. هذا الشيء المميز هذه السنه. أكيد اليوم كمان في موضوع كتير مهم، اليوم ما بكفي يكون في أخصائيين ومثل حضراتكم عم تشتغلوا على هدول الأطفال، لا، لازم يكون في رعاية ووعي كتير كبير من الأهل سواء من الفترة الأولى حتى لو تم في كان في تأخير، المفروض يكون الوعي موجود، المفروض الأهل يمكن ما يستحوا من هي الحالة اللي هي فعلا طبيعية وموجودة، بالعكس إن أطفال قمة بالطيبة ونحن عن جد بيكونوا دائما أطفال جدا مميزين رغم هذا الشيء. قد ايه بتشوفي هذا الشيء فعلا لازم يتطبق من قبل الاهل؟ هلا كنا كثير عم نحكي نحن بعد كل ورشه بنعملها بنحاول نعمل تقييم او فينا نقول بناخذ اكثر هدف قدرنا نوصل له. اكثر شيء كنت سعيده فيه كاختصاصيه بعد الورشه انه انا الامهات اللي كانوا فايتين وخجلانين يقولوا انه انا عندي طفل عنده مشكله، او اكثر الامهات اللي فايتين وهن خجلانين وعندهم هي مثل ما بيقولوا للروزه انه انا ما بدي حدا يحس،
كانوا كلهم مبتسمين. بنهاية الورشة عملنا شيء اسمه أخصائي وأم، ففعلا تبادلوا الأدوار كجزء تطبيقي، يعني صارت كل أم تشكي مشكلتها للأم الأخرى وهي تشخص لها يعني أو تعطيها وين المشاكل الموجودة. جدا كنت سعيدة، كنت شايفة درجة عالية من التقبل. أنا بقول أول مرحلة علاج حقيقية نحن بنبدأ نشتغلها يعني أو بدنا نبلش نشتغلها هي على الأهل وليست على الطفل، لأن كانت تعديل سلوك، لأن كانت برامج معرفية، وإنما هي التقبل. طيب قلتي جملة كتير مهمة ميسم، فاتوا الأمهات في منهم خجلان، في منهم مو حابب إنه يحكي ابني معه مرض التوحد، خلينا نحكي على هذا الموضوع، شو تعلموا الأمهات منك خلال هاي الجلسة أو خلال ورشة العمل؟ شو برأيك؟ أنا أول شيء قلت لهم يا وقت اللي فتت، انسوا أني أنا اختصاصية وتذكروا أني أنا أم. مزبوط. عشت مراحل الطفولة مع أطفالكم وعم عيشها حاليا مع أطفالي يعني. فأول شيء أنا حسيته أنه هو التقبل. يعني هي الابتسامة اللي بعد ما طلعوا من الورشة تماما كانوا عم يبتسموها. ثاني شيء تعلموا أنا كيف ممكن أعرف ابني كمشكلة قبل ما أخذه لأي مركز، أنه أنا لما بدي روح لازم يكون عندي كم معين من المصداقية لما بدي أشرح الأعراض، لأن إحنا كتير منعاني من هاي القصة. فأخذنا الطفل ما بين الخجل والتوحد، كيف أعرف أنه هو ما عنده تواصل بصري أو هو خجلان. أخذنا ما بين هو لا يتواصل مع الغرباء أو فينا نقول يتواصل بس مع المقربين لإله. فأنا الشيء اللي جدا أسعدني إنه وقت اللي بلشوا يقيموا بعض إنه لا ابنك بيطلع لفوق ولا تحت، معناتها ممكن يكون عنده مشكلة توحد. ابني أنا بيروح بنظره لليمين واليسار وبيحمر خدوده، صار عنده حالة انفعالية، إذا هو خجلان. فأنا أيضا الشيء اللي لقيتهم إنه هن اكتسبوه طريقة التشخيص، كيف ممكن أعرف حتى لو أنا هلأ ما قدرت ساعد ابني أو تأخرت فيه، كيف ممكن أعرف بالأيام الجاي إنه ابني الثاني ممكن يكون عنده مشكلة أو لا. أيضا من المكتسبات المهمة اللي أنا بعتبرها من الأغنى أو من الأكثر فخر إني أنا طلعت فيها، إنه هن صاروا قادرين يقعدوا مع طفلهم بالبيت ليعملوا جلسة فردية أو جلسة علاجية، وما تركوا المسؤولية بس علي أنا بالمركز، صاروا هن يساعدوني، فهذا الشيء ممكن يوصلني لخطة علاج أسرع. أكيد عقاب، دائما نحن لما بنحكي عن أي مشروع أو حتى جمعيات خيرية أو حتى عمل تطوعي نحن بنسأل ضيوفنا أنه شو قدمتوا بهذا المجال. اليوم أنا بدي أسألك العكس، شو اكتسبت، شو أخذت من أثر التنموي؟ أثر هو جزء بكل فرد كان فيه، هو الكل ونحن أجزاء بهذا المكان. كثير لما بدي اقول لك انه تعرفنا على كثير اشياء، دخلنا بكثير مجالات، توسعت الافق قدامنا كشباب جامعي بالمرحله الاولى، بالاضافه لانه نحن كسبنا معارف جديده، تعلمنا كثير اشياء. يعني اليوم ممكن يكون تلاقي الطالب ما نو بنفس الاختصاص لكن هو قريب لهذا المجال ومبدع فيه. بالاضافه لهيك كثير بيقدر يكسب الواحد بي ار علاقات، يعني اذا بدي احكي علاقات، حتى انت بمرحله التدريب بمرحله الجامعه بحاجه شيء بعدين تكفي فيه. أنا هذا الشيء بقدر أحصل عليه بهذا المكان. كيف أنا بلشت أتعرف على شرائح جديدة، رح نقول ما أنا ظاهرة ما أنا مبينة. كأثر نحن عملنا لثلاث مرات، المرة الثالثة دمج بين أطفال المركز كأطفال توحد وصعوبات تعلم مع أطفال الصم والبكم. يعني نحن ما ممكن نسمع فيها بس ما بعرف وينهم هدول الأشخاص. فكان في عندي تعاون مع جمعية الصم والبكم أو جمعية رعاية الصم بدمشق لمدة ثلاث مرات، أنشطة بالعيد ما بعد العيد، وما أخيرا كانت نشاط دمج بالمسبح، أنشطة مائية هدول الأطفال. فأنا هون عم بقدر أتعرف عليهم أفهمهم أكثر، حتى هي الشريحة مهمشة أو مغطاة أو ما أنا ظاهرة أو ما أنا مبينة، يمكن يكون في نقاط وصل بين طبيعة عملنا وطبيعة عملهم من خلال رح نحكي اضطرابات النطق ممكن تكون. فكتير كان في تعاون جميل، كان في تفاعل بين الأطفال جدا رائع وعالي. ما بخفيكي يمكن في صعوبة بالفترة الأولى لمن قدر يتعاملي مع هدول الأطفال، كيف أنا ممكن أشكل علاقة صحيحة بيني وبينه ليتقبلوني، كيف لا أقدر أنا أتقبلهم. يعني بده يكون في عنده الواحد مرونة نفسية جدا عالية، تواصل جدا عالي، طولة البال اللي بنسمع فيها لا أقدر أتملكها كشاب أو كفتاة، لازم يكون عنده هذا الشيء.
اكيد. فهون انا كثير بيستفيد الواحد خبرات حياتيه ومهارات عاليه جدا. اكيد. بالختام بدي اسال سؤال كثير مهم، كثير عم يجوا شكاوي انه اطفال بدهم ينضموا لاحد المراكز عم يستقبلوا ضمن عمر معين، فهذا الشيء كثير اكيد خطا، فنحن اليوم حنسلط الضوء عليه. خلينا هلا بس نحكي كيف ممكن ينضموا لمركز اثر التنموي، وهل في عمر معين ولا لا، لنختم اخر شيء معكم. هلا نحن كثير كان هذا الموضوع وكنت انا شخصيا كثير بنأذى فيه، لانه حدا يقول لي انه انا ابني صار عمره 10 سنين فرحت على المركز الفلاني، قال لي انه راحت فرصته، تمام، انه ما عاد فيني استقبله. لا، نحن الفرص مفتوحة عنا لعمر 50. نحن حاليا بأي مركز من المراكز، وأنا على طول بذكر سواء بالقامشلي بيسان أو بأثر في دمشق أو بمركز ملائكة الجنة بجرمانة، نحن عم ناخد جميع الأعمار. نحن في عنا أشخاص أعمارهم بال 22 و 23 عم نعمل لهم تدريب مهني، وأيضا عنا بعمر ال 42 عم نشتغل معهم. دعم نفسي لكل الأعمار عنكم، يعني هذا الشيء كتير منيح، فكل العالم اللي عم يتابعونا اللي عنده أي مشكلة يروح يتوجه للمراكز تبعكم. نتشكر وجودكم معنا ويعطيكم ألف عافية، وأكيد نحن فخورين كتير فيكم. شكرا كتير لك، شكرا لحضراتكم. ميسم، بدي أشكر هي الضحكة يلي عم شوفها وأنت عم تحكي عن أطفالك يلي سميتيهم أولادك، بدي أقول لك موفقة أنت وكل كادر العمل، وعن جد إن شاء الله دائما بنشوف ناس مثل حضرتك ومثل عقاب، فعلا قلبهم على الأطفال، قلبهم على الشباب هذا البلد. شكرا لكم. شكرا لإضاءتك. شكرا لحضرتك.